الله. زملائنا الأعزاء، إحنا خطاباتنا موجهة للشعب الأردني. الحكومة موجودة دائما، نائب رئيس الوزراء معالي أبو عبد الله توفيق ريشان ونائب رئيس الوزراء رئيس الفريق الاقتصادي ناصر الشردي موجودين. دولة الرئيس رح مش دائما يكون موجود، يعني الآن عنده التزام، مش نيجي بنطلع زميل يقول رئيس الوزراء غادر لأني بدي أحكي.